لكن أذهب عبر الهاتف إلى الزميل العزيز الأستاذ علي البحيري، عضو لجنة الاتصال والبث التلفزيوني للجنة المنظمة المحلية لبطولة العالم لكرة اليد. أستاذ علي، مساء الخير على حضرتك وكل التوفيق ليكوا كلجنة منظمة ولجنة إعلامية، ونعرف منك ما هو الجديد وآخر الترتيبات بالنسبة لاستضافة مصر لهذا الحدث الكبير. مساء الخير طبعا زميلي محمد سعيد وكل مشاهدي برنامج الترند وقناة النادي الأهلي. طيب، عايزين نطمن منك بقى آخر الاستعدادات، وبنتكلم على اللجنة العليا واللجنة المنظمة المحلية ولجنة الاتصال والإعلام، الترتيبات وحتى وفود الفرق اللي هتشارك، آخر الأخبار وآخر المعلومات بخصوص كأس العالم لكرة اليد اللي هتنظمها مصر. زي ما حضرتك قلت طبعا بطولة استثنائية بتقام بمشاركة 32 منتخب لأول مرة في تاريخ بطولة العالم لكرة اليد، بطولة العالم للكبار الرجال، دي أول مرة في التاريخ بتشهد مشاركة 32 منتخب. حدث استثنائي، حدث كبير، اربع صالات مغطاه على اعلى مستوى. يمكن شفنا تطوير كبيره جدا، صاله استاد القاهره الرئيسيه اللي فيها مجموعه منتخب مصر، عندنا صاله العاصمه الاداريه الجديده اللي احنا موجود فيها دلوقتي، وعندنا صاله برج العرب، وعندنا صاله 6 اكتوبر. مجهود كبير بتقوم به الدوله المصريه ووزاره الصحه ومجلس الوزراء وكل المسؤولين في البلد، عاملين شغل كبير جدا، تنظيم على اعلى مستوى، اجراءات احترازيه رغم الصعوبات وفيروس كورونا الحاجات الصعبه اللي احنا فيها، لكن شايفين مجهود كبير جدا بتقوم به الدوله، وعاملين الحمد لله يعني تنظيم رائع. الناس كلها بتشيد هنا بالاستقبال وبالاجراءات الاحترازيه وكل حاجه. مجهود طبعا شهور، يمكن البطوله بدا شغل فيها من 7 شهور، كل اللجان المنظمه واللجنه اللي احنا فيها لجنه الصور والبث التلفزيوني الموقع الرسمي للبطوله، يمكن عاملين الحمد لله تغطيه لكل منتخبات البطوله في كل المجموعات في كل الصالات. فاعتقد ان شاء الله ضربه البدايه النهارده، وان شاء الله مصر تشوف بطوله مبهره. طيب، عايز اطمن منك على الاجراءات الاحترازيه، نشرح للناس برضو موضوع الكبسوله او الفقاعه الطبيه اللي هتكون فيها المنتخبات اللي هتشارك في البطوله. وانت قلت لي 32 منتخب، الكل خلاص وصل ولا لسه في منتخبات هتيجي تباعا خلال الساعات اللي جايه؟ يمكن في منتخبات بالفعل وصلت ووصلت للفنادق او فندق الاقامه، وعندنا منتخبات لسه بتوصل. يعني النهارده عندنا في صاله العاصمه الاداريه الجديده عندنا منتخب ايسلندا ومنتخب البرتغال وصلوا، ومنتخب تونس والجزائر والمغرب وصلوا، عندنا كمان شويه في منتخب اسبانيا، وبالليل عندنا بولندا والبرازيل. نفس الكلام في الصالات الباقيه، في برضه منتخبات وصلت، في منتخبات خلاص على مشارف الوصول النهارده. وعندنا للاسف في منتخبين انسحبوا من البطوله بسبب الاصابات الكثيره في افراد المنتخب والجهاز الفني واللعيبه، وقدموا اعتذار للاتحاد الدولي، هم منتخب طبعا التشيك ومنتخب امريكا، ودخل مكانهم منتخب مقدونيا الشماليه ومنتخب سويسرا. فيمكن رغم الصعوبات رغم كل حاجه، لكن كل حاجه مترتبه. يعني اكيد الفقاعه الطبيه طبعا عايزين نتكلم عنه. هو نظام حاجه اسمها البدل الباب، يعني انت بتخش الفندق سواء انت لاعب سواء انت عضو لجنه منظمه سواء انت اداري سواء انت حتى عامل في الفندق سواء انت سواق في البطوله، كل ده بيتعزل في الفندق. اول ما بتخش بتعمل لك عزل طبي باوضتك، تخش بتعمل لك PCR المسحه الطبيه طبعا تمام على السكان. بعد كل ده بتطلع نتيجتها، تقدر تتحرك بعد ما تطلع سلبي. تمام. بيطلع طبعا ايجابي لا قدر الله بيتعزل، وبيطلع طبعا بيطلع بره الفندق وبيستعينوا بحد اخر. اكيد 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 اجراءات احترازيه كبيره جدا، واكيد احنا شايفين يعني رغم الصعوبات بس مصر قادره تنظم بطوله كبيره. تمام، استاذ علي البحيري الناقد الرياضي وعضو لجنه الاتصال والبث التلفزيوني في اللجنه المنظمه المحليه لكاس العالم لكره اليد، بشكرك شكرا جزيلا.